بغياب فيريرا عن إدارة المباراة وفي ظل غياب 10 لاعبين، الزمالك بيفوز على المصري بهدف لسيد نيمار وبيوصل لقبل نهائي كأس مصر. مبروك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل إخواتي الزملكاوية في مصر الوطن العربي، إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. لو بتشوفني أول مرة اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس على الكل عشان يجيلك الجديد، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك. في ظل الغيابات الكتيرة اللي عندنا قدر الزمالك يطلع بالمباراة لبر الأمان ويوصل لقبل نهائي كأس مصر. طبعا مبروك لكل جمهور الزمالك ومبروك لشعب الزمالك العظيم. مباراة كانت صعبة ومحطة كانت صعبة في مشوار الزمالك في الكأس، قدرنا نوصل لقبل النهائي وطبعا ده اللي كنا عايزينه من المباراة، والحمد لله رب العالمين. يا رب كده إن شاء الله الفوز دايما. الزمالك بدأ الماتش النهاردة بالخطة المعتادة 3-4-3. طبعا الماتش كان ما كانش فنيا ولا تكتيكيا عالي قوي، ما كانش فيه حاجات كتير تتقال، لكن اللي كان باين إن الشوط الاول ان الزمالك كان بيحاول يجمع لعب كتير ويلعب من ناحيه الشمال اللي فيها امام عاشور، لكن طبعا عشان خاطر اللعب كان الريتم والباص كان بطيء جدا جدا الشوط الاول، ما قدرناش نطلع بحاجه الشوط الاول خالص باستثناء الفرصتين اللي جم لامام عاشور، واحده اللي اتحسبت عليه اوفسايد والثانيه اللي راح بيها من ناحيه الشمال واللي فكر فيها مرتين يلعبها باليمين ولا يلعبها برجل الشمال وطلعت بالشكل اللي احنا شفناه، اللي كان ممكن يلعبها بالعرض او ممكن يحطها في الجون على طول، لكن ما قدرناش نستفاد بالفرصتين، واحده اتحسبت اوفسايد الثانية طلعت بالشكل اللي احنا شفناه. بدأنا الشوط الثاني طبعا الضغط كان اكتر شوية، الزمالك اتقدم للامام حوالي 10-15 ياردة، وفي الوقت اللي كان فيه الريتم سريع والكرة بتتلعب بسرعة اكتر قدرنا نجيب جون لسيد نيمار عن طريق تمرينة من سيد زيزو، ودي الفكرة اللي بيلعب عليها فيريرا تملي في خطة 3-4-3 ان الاطراف بيزيدوا معاه، ودي بتساعد ان يكون عندك زيادة عددية داخل منطقة جزاء الخصم. طبعا دي الكرة دي كانت من نوادر بتاعة الماتش لان انت كنت بتدور على الجون، والحمد لله رب العالمين الكرة اتلعبت من زيزو لسيد نيمار قدر يكسر بيها ويحط بيها الجون. بعد الجون على طول الزمالك رجع للتأمين الدفاعي وحول الخطة من 3-4-3 ل 3-5-2 بنزول امام عاشور لنص الملعب وكمان خلى يوسف اوباما واحمد سيد زيزو هما الاثنين المهاجمين. بعد شوية وبعد ضغط المصري علينا وبعد كام فرصة كده الزمالك لجأ للتغييرات بنزول يوسف اسامة نبيه مكان يوسف اوباما عشان يلعب معاه، بيلعب مع زيزو في الحتة اللي قدام ويلعب على الهجمة المرتدة. طبعا احنا عارفين ان يوسف اسامه نبيه بيمتاز بالسرعات فكان هينفع معانا في الهجمات المرتده، ودي اللي ما مشيتش معانا بشكل كويس نظرا لتعمد الخشونه من لاعيبه النادي المصري خصوصا على احمد سيد زيزو وامام عاشور، لكن الحمد لله رب العالمين قدرنا نلعب زون ديفنس وقدرنا نقفل عليهم كل مفاتيح اللعب، لان كمان امام عاشور رمى ناحيه عمر جابر في ناحيه اليمين وعمرو السيسي رمى ناحيه الشمال ناحيه سيد نيمار، فقدرنا نقفل الجنبين عليهم، ما كانش فيه فرص خطيره باستثناء الركنيات اللي كان من ضمنهم كورتين عرضيتين من الركنيات هم دول اللي كانوا خاطرين علينا، لكن الحمد لله رب العالمين ما كانش فيه حاجه كتيره. الماتش فنيا يا جماعه ما كانش عالي، ما كانش فيه حاجات كتير تتقال ولا كانش فيه كلام ياما يتقال، لكن الحمد لله كان مطب صعب جدا، كنت خايف من الماتش ده جدا طبعا نظرا للظروف اللي فيها النادي زي ما قلت لحضراتكم، لكن الحمد لله رب العالمين عشان الدنيا تفضل ماشيه، المكسب بيهدي الدنيا شويه وبيهدي الجمهور وبيهدي المنتقدين، لكن الحمد لله رب العالمين على المكسب. ان شاء الله اللي جاي يكون احسن لنادي الزمالك، عندنا ماتش معاه تاني مع المصري ماتش مهم جدا. ده كان تحليلنا النهارده لماتش الزمالك والمصري، بشكر كل اللي اتفرج علينا، طبعا الماتش كان سريع جدا وما كانش فيه اي احداث كتير، فطبعا بشكر كل اللي اتفرج عليا وكل اللي شافني. لو لسه ما عملتش اشتراك في القناه اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يجيلك الجديد، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.